بسم الله. النهارده هنشوف برنامج اسمه بابسكو. البرنامج دوت متخصص في تسهيل كتابه القصه، يعني هو بيساعدك في ان انت تعمل شخصيات وتعمل فصول وتعمل مقدمه وتعمل كل اللي انت عايزه بطريقه سهله جدا. والبرنامج مجاني واوبن سورس، وبيسطب على الويندوز وبيسطب على لينكس وبيسطب على ابل ماكنتوش. البرنامج اهوت بتبدا تختار اللغه اللي انت عايز تكتب بيها، تمام، وليكن مثلا الانجليزي. بتبدا تقول المكان اللي انت عايز تسطب فيه القصه بتاعتك، وبعد كده بيقول لك ابدا اعمل اول قصه ليك. وبعد كده بيقول لك شويه ملحوظات لكتابه القصه. تبدا بقى تشوف القصه بتاعتك هتتكون من ايه. وتبدأ تشوف الشخصيات، تبدأ مثلا شخصية البائع الشاب كده، بحيث وانت بتكتب القصة يعني ما تتلخبطش وتبقى عارف الشخصية دي مثلا ظهرت فين وراحت فين والحاجات ديت. المكان بتاع القصة اللوكيشن تقدر تعمل كذا مكان. الشابتر، شابتر واحد شابتر اتنين، انالايز، تبدأ تحلل القصة، تمام، بحيث ان انت تعمل قصة كويسة جدا. وبعد ما بتكتب الفصول كلها وبعد ما بتتأكد من القصة تقدر تصدرها سواء وورد او بي دي اف او اركايف زي ما انت عايز. البرنامج حلو قوي وناس كتيره جدا جدا بتستخدمه في انها تكتب قصه مرتبه ومنظمه بدون ثغرات.